السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا غير واحد كلمة مختصرة جدا من خلال مداخلات الإخوان ومن خلال الأسئلة التي ترد على المجلس هنا الإخوان اللي في اللجنة ديال الفتوى. هناك مسألة يعني ملاحظة مهمة أريد أن أقولها، وهي أن في مجال الدعوة، في مجال دعوة الناس إلى التكافل، لا ينبغي أن تكون نظرتنا إلى التكافل أو فهمنا للتكافل فيه شيء من التشاؤم. ينبغي إظهار الجوانب الإيجابية، حتى ولو كنا مثلا لو وجدنا جماعة من الناس، 100 من الناس وليس فيهم إلا واحد متكافل أو هو إنسان يسرع إلى التكافل، ينبغي إظهار هذا الواحد، ولا ينبغي تسليط الضوء على الآخرين من أجل تشجيع الناس على التكافل، بغض النظر عن كونه كذا وكذا، وأن لا نضع فرضيات من عند أنفسنا كأنها حقيقة، كأنها حقيقة. الصحابة مثلا حين نقرأ الصحابة ليسوا كلهم كانوا يسارعون إلى العطاء والصدقة، تجد جماعة مجموعة من الصحابة هم الذين عرفوا بالعطاء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبرز هؤلاء حتى يسارع الناس إلى الاقتداء بهم. فإذن هذا من جهة، من جهة أخرى في أمتنا الآن في المغرب مثلا، لو أجرينا إحصاء عن عدد الناس الذين تستمر حياتهم بفضل التكافل، لا وجدت ربما مئات الآلاف إلا بنقول الملايين. هذا يكفل مثلا أخته، هذا يكفل عمته، هذا يكفل كذا، من الذين لا تجب نفقتهم. ولولا حافز الإيمان والإسلام لضاعوا، وراه شحال من واحد عايش غير في حضن في أسرة. كاين التكافل راه موجود في المجتمع، فلا ينبغي. ثم أخيرا الأسئلة، كثير ما يجيو الناس هنا عندنا في اللجنة ديال الفتوى يسألون عن الجهات التي ينبغي أن يصرفوا إليها صدقاتهم، ويبحثون ويسألون عن الأولويات، كيقول كذا وكذا، لما نعطي شكون اللي نسبق إلى آخره. أراه الآن أنا أقول في هذه الملاحظة، صحيح أنه التكافل كان موجود دائما موجود في البلاد، والسي منور أعطانا أمثلة ديال هذا الشيء ديال الوقف وكذا وكذا، ولكن ما زال التكافل موجودا. ثم لا ننسى مسألة أخرى، أن بعض الناس يخفون إسهامهم في مسألة كذا، ما يبينوش راسهم. شحال من واحد راه وهو مغمور بين الناس ولا يعرف في طائفة المحسنين. فمثلا إذا أردنا أن نتحدث عن المحسنين في وجدة، هناك البارزون وهناك المخفيون. كاين اللي كيمشي مثلا يمشي لواحد الجهة جمعية ولا كذا وما يبغيش يظهر نهائيا. فلذلك الحكم إعطاء أحكام عامة هكذا وهذه النظرة التشاؤمية، ينبغي إذا أردنا أن نحفز الناس فعلينا أن نظهر الجوانب الإيجابية. هذه الجوانب السلبية هذاك على كل حال كل أمر كل امرئ متروك إلى نفسه وإيمانه وكذا. فهذا الذي أردت أن أقوله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه المحاضرة التي ألقاها أخونا الأستاذ يحيى رمضان يحيوي، والسلام عليكم ورحمة الله.